ايه اسباب قصور الشريان التاجي؟ يعني ايه قصور الشريان التاجي؟ ان الشريان التاجي اللي بيغذي عضله القلب مش قادر يوصل الاحتياجات عضله القلب من الاكسجين ومن الدم، وبالتالي لما بنعمل مجهود بيبتدي ضربات القلب تزيد واحتياجات القلب من الاكسجين تزيد، القصور دوت او احتياج القلب للاكسجين يزيد، تطلع شويه مواد زي الادينوزين وزي البراديكاينين. المواد دي بتشغل الجهاز العصبي اللا ارادي اللي بيغذي عضله القلب وبيسبب الاحساس بالالم اللي احنا بنقول عليه الذبحه الصدريه او الالم الناتج عن قصور الشريان التاجي. ايه هي الاعراض؟ في معظم الحالات بتبقى الاعراض عباره عن الم شديد في منتصف الصدر، غالبا الالم دوت بيسمع في الدراع اليمين او الشمال، ممكن يسمع في الرقبه او في الفك او في فم المعده، والالم غالبا بيبقى مع المجهود بيقف بعد 5 ل 10 دقائق من الراحه. في بعض المرضى زي مرضى السكر والقصور المزمن بتاع وظائف الكلى بيبقى الموضوع عباره عن ضيق في التنفس بس، ما بيبقاش فيه غالبا الم. الالم دوت ساعات يصاحبه ضيق في التنفس، عرق شديد، ميل للقيء، وساعات فقدان للوعي. ايه اسباب قصور الشريان التاجي؟ غالبا سبب قصور الشريان التاجي هو تصلب الشرايين اللي بيزيد مع العمر، بس في اسباب وامراض اخرى بتسرع تصلب الشرايين وبالتالي بتزيد فرصنا في الاصابه بقصور الشريان التاجي، زي السكر، ارتفاع المزمن في ضغط الدم، وارتفاع نسبه الدهون بالدم وخصوصا الكوليسترول. الكوليسترول منخفض الكثافه او ال LDL او اللي احنا بنقول عليه الكوليسترول الضار. في بعض الحالات بيبقى عندها ارتفاع شديد في مستوى الكوليسترول في الدم، بالاخص ال LDL اللي هو الكوليسترول الضار زي ما قلنا، ودول بيبقوا اكثر عرضه من غيرهم للاصابه بقصور الشريان التاجي، وغالبا الموضوع بيبقى وراثي موجود في العائله. طبعا مع التدخين ومع نمط الحياه الغير صحي اللي كنا اتكلمنا عليه قبل كده، بس ممكن نقول تاني، استهلاك كميات كبيره من الملح، الوزن الزائد، عدم ممارسه الرياضه بشكل منتظم او عدم ممارسه الرياضه خالص، والشد العصبي او الاسترس. طيب انا امتى اروح للدكتور؟ دايما السؤال انا امتى اروح للدكتور؟ لو في الم شديد في منتصف الصدر قعد اكتر من 10 دقائق، وخصوصا لو ما كانش مرتبط بالمجهود او صاحبه حاجه من الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده، ضيق شديد في التنفس او ميل للقيء او قيء او فقدان للوعي، ساعتها بنروح على طول الاستقبال لازم عشان نعمل رسم قلب ونخضع لتقييم كامل من الطبيب. ولو الالم يجي متكرر مع المجهود الشديد يبقى برضو لازم نخضع للتقييم مع الطبيب. طيب التشخيص بيتم ازاي؟ اول حاجه عن طريق فحص الطبيب وتقييمه للتاريخ المرضي والاسباب اللي احنا كنا قلنا عليها قبل كده زي السكر والضغط والتدخين. شكل الالم بيجي امتى؟ بيختفي بعد قد ايه؟ دي اول حاجه. تاني حاجه، في بعض الفحوصات اللي الطبيب بيطلبها بتبقى اسمها الفحوصات الاساسيه اللي هي ما نقدرش نستغنى عنها. ايه هم؟ اول حاجه رسم القلب والموجات الصوتيه على القلب، ومعاهم بعض التحاليل اهمهم تحاليل السكر والدهون والغده الدرقيه. بعد كده الطبيب غالبا بيطلب فحوصات تانيه عشان يتاكد بيها من وجود قصور في الشريان التاجي من عدم، زي الاشعه المقطعيه على الشريان التاجي، الموجات الصوتيه بالمجهود الدوائي، او المسح الذري على عضله القلب، ودي اختيارها بيتم على حسب كل مريض. طيب ايه العلاج؟ العلاج بيتقسم كذا جزء، اول جزء منهم دايما اللي هو تغيير نمط الحياه لنمط صحي، مع طبعا التاهيل اللي هو ممارسه الرياضه. بس مريض قصور الشريان التاجي قبل ما بيلعب رياضه لازم يخضع لتقييم كامل، والدكتور بيحدد مستوى المجهود اللي ممكن يعمله وايه نوع الرياضه اللي ممكن يلعبها. تاني حاجه العلاج الدوائي. تالت حاجه التوسيع بتاع الشرايين سواء عن طريق الدعامات او عن طريق الجراحه. واخر حاجه علاج الامراض المصاحبه زي الضغط والسكر وارتفاع الدهون في الدم. طيب السؤال دايما هو انا محتاج قسطره ولا لا؟ لو لا قدر الله حصل لك الم شديد في الصدر ورسم القلب اللي انت عملته فيه تغيرات او حصل ارتفاع في انزيمات القلب، ساعتها دي بتكون غالبا ذبحه صدريه غير مستقره او جلطه، وساعتها تبقى القسطره ضروريه وعاجله عشان في شريان غالبا يا اما في ضيق شديد يا اما الشريان ده مقفول تماما ومحتاج يتفتح. تاني حاجه لو الفحوصات اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده زي الاشعه المقطعيه او المسح الذري بينت مشكله كبيره في الشريان، او لو الالم شديد مش مستجيب للعلاج الدوائي، ساعتها برضو بنعمل القسطره عشان نخفف الاعراض او نحط الدعامة عشان تخفيف الاعراض عن المرض. السؤال اللي بعده، طيب هو انا ينفع امشي بالعلاج الدوائي بس؟ لو الضيق اللي عندك في الشرايين مش شديد ولو الاعراض مش قويه ومتسيطر عليها بالعلاج الدوائي، ساعتها ممكن نمشي بالعلاج الدوائي والتحفظي فقط. طيب ايه الاحسن يا دكتور، الدعامات ولا الجراحه؟ احنا بنعمل تقييم كامل للمريض، بنشوف شكل الضيق، طوله، كميه الكالسيوم اللي في الشرايين، الامراض اللي مصاحبه اللي موجوده الثانيه عند المريض، بيتناقش في الموضوع دوت استشاري القلب بتاع القسطره التداخليه واستشاري جراحه القلب والصدر، وبنخرج بالقرار الامثل المناسب للمريض، وبقرارات برضو بديله عشان لو المريض رفض العلاج الامثل. ايه العلاج الدوائي اللي احنا بنمشي عليه؟
اول نوع من الادويه اللي بتخفف الالم لما بيجي او بتقلل شويه من تكرار النوبات، زي قرص الداينايترا اللي احنا بنحطه تحت اللسان عشان يخفف الوجع لما. وفي ادويه تانية بتحسن حاله الشرايين شويه وبتمنع حدوث ازمات شديده للمريض، زي الاسبرين وزي الادويه الخافضه للكوليسترول او الاستاتينز. ثالث حاجه هو علاج الامراض المصاحبه لقصور الشريان التاجي زي الضغط والسكر. في ادويه من ادويه السكر مش بس بتساعدنا في تنزيل السكر، لا دي كمان بتحافظ على شرايين المريض وبتقلل فرصه في حدوث ازمات شديده. في الاخر احب اقول لكم، مع اختيار العمليه المناسبه للمريض ومع الالتزام بنمط الحياه الصحي ومع اخذ الادويه بانتظام والمتابعه الدوريه مع الطبيب، حياه المريض هترجع طبيعيه وهنقدر نقلل المضاعفات اللي ناتجه عن قصور الشريان التاجي، وهنقلل كمان فرص حدوث انتكاسات للازمه القلبيه، وحياه المريض هترجع طبيعيه. وده هدفنا الاول كاطباء قلب، ان المريض يعيش حياه طبيعيه. اهم حاجه المتابعه مع طبيب القلب الخاص بيك بصفه دوريه. اسال طبيب القلب كل الاسئله اللي شغلاك، ولو في اسئله حابب تسالها لي ممكن تسيبها في التعليقات وانا هجاوب عليها في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. دكتور احمد مصطفى، مدرس امراض القلب والاوعيه الدمويه، كليه الطب جامعه عين شمس.